بص حضرتك، الحياة دي زي البيكيني، اللي باين منها خطير والمستخبي أخطر بكتير. يا سلام، دي هتبقى فرجة عينة. لا تسأل مجرب ولا تسأل حكيم، خبص لحالك وقالك كريم. ده إجابة زي العسل، اكتب اكتب يمكن تترقى فيها دي، اكتب. ولو هلا سؤال جودة، اسمع هالنكتة، هاتي لشو. بآمن بالحب؟ ايه اكيد بآمن بالحب من اول لحظة، لانه تاني لحظة بيختفي. عايز اقول لكم معلومة مهمة، انا قطة مخربشة. عادي ولو جيت في سكتي هتسيبك لعنتي. لا لا لا، فاكر والله شكله لعن امي هو يا شيخ. ورقي شغير يا ليه.